زي أو صفات العرب زي ما حضرتك كاتب في كتابك. سؤال ظريف. أهم صفة للإنسان تميزه عن باقي المخلوقات الوفاء. الوفاء. ولذلك عناها الله في كتابه قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويحضرني أن أقدم لسامعي الكرام مثلا واحدا من الوفاء من أمثلة كثيرة. تلك هي قصة يرويها صاحب شرطة المأمون. قال صاحب الشرطة: كنت ذات يوم مع المأمون وجيء بشخص مكبل، والتكبيل هو تصفيد اليدين والرجلين وجمعها معا. قال لي: خذ هذا إلى دارك وأتني به غدا صباحا لأقطع رأسه. فأمرت الشرطة بنقله إلى داري، وأمضيت بقية وقتي مع المأمون، ثم انصرفت إلى بيتي لأنام. وحين وصلت البيت قلت لأرى من يكون هذا الشخص. جئته فقلت: من تكون أيها الرجل؟ قال: أنا من الشام وأهلها خيرا. قلت: أتعرف فلانا ابن فلان؟ قال: ومن أين تعرفه؟ قلت: لي معه قصة. قال: لا أخبرك عنه إلا إذا قصصت لي قصتك معه. قلت، مدير الشرطة يتكلم، قلت: كنت صاحب شرطة في الشام، وحصل الثورة فقتل الوالي، وتدليت من الدار بزنبيل، وحين وصلت الأرض فريت والتجأت إلى دار شخص لا أعرفه، فبقيت عنده 4 شهور يقدم لي كل يوم طعاما شهيا وملابس نظيفة، وأنا لا أعرفه ولا يعرفني. ذات يوم قلت له: أريد أهلي في العراق. قال: القافلة ستبحر بعد 3 أيام وأنا أخبرك. وبعد 3 أيام جاءني، قال: هيئ نفسك في القافلة على أهبة السفر، وتركني. بدأت أفكر، قلت: كيف لي بالسفر وأنا لا أملك مالا ولا نقيرا؟ وبينما كنت أفكر في هذا عاد يحمل حزاما يسمى هميان، وفيه سيف مدلق. قال: هذا الهميان تمنطق به، وفيه 500 دينار هي مصرفك للطريق، وهذا الحسام سلاح لك، وهذه الفرس لتركبها، وهذا الخادم لخدمتك، وهذا البرذون، البرذون هو البغل، وهذا البرذون محمل من نفائس الشام هدية منا لأهلك، وتلك والله منة، وأنا أتعقب أثره وعلي أفي ببعض هذه المنة. قال: أنا هو المكبل. قال: أنا هو. فأبصرت في وجهه وإذا به صاحبي، فأرسلت إلى حداد كسر قيده وأدخلته الحمام واغتسل وألبسته ملابس نظيفة، وقلت له: هذه 1000 دينار وهذه فرسي، خذها واذهب ودعني أصارع المأمون. قال: والله لن أفعلها. قلت: لماذا؟ قال: ذنبي عند المأمون عظيم وهو قاتل لا محالة، فإن ذهبت قتلك مكاني فلا أبرح. وألححت عليه فلم يفعل. قلت: إذن تبقى هنا وأنا أذهب إلى المأمون ألتمسه، فإن أجابني فبها، وإلا أرسلت إليك ليقطع رأسك. قال: هذه أقبلها. وذهبت إلى البزاز واشتريت منه كفنا، وأبقيت الكفن معي إلى الصباح، وفي الصباح صليت الصبح وجاءني رسول المأمون يطلب الرجل، فأخذت الكفن وذهبت. جئت إلى المأمون رأيته يتمشى في حديقة الدار. قال: أين الرجل؟ قلت: اسمع مني يا أمير المؤمنين. قال: علي عهد الله إن قلت فر لقطعت رأسك مكانه. قلت: اسمع مني يا أمير المؤمنين، ولك أن تفعل بعدها ما تشاء. قال: قل. فقصصت قصتي من أولها إلى آخره، فلما سمع المأمون القصة بكى. قال: والله لا أعلم أيكما أكرم، أهو الذي آواك وكرمك دون معرفة، أم أنت الذي أردت أن تفتديه بروحك بعد المعرفة؟ وأنا لا أريد أن أكون ألأمكما، فقد عفوت عن الرجل، أحضره. والآن طمعت فيه. قلت: ذلك لا يكفي يا أمير المؤمنين. قال: بل. قلت: صله. قال: وصلناه 50,000 درهم. قلت: ذلك لا يكفي. قال: لما؟ قلت: لأن ذنب الشخص كبير، وهدايا الملوك على قدر ذنب الرعية، فأجزل له العطاء. قال: وصلناه 100,000 وولاية الشام، وعفونا عنه، أحضره. فلما حضر الرجل قبل العفو وصفح عن المال والولاية. قال: المال عندي ما يكفيني منه، والولاية يكفيني ما صرت إليه. هذا مثل من الأمثلة التي كان أسلافنا يحتفظون بها ويعرضون أرواحهم من أجلها.
وذكرت شيئا إذا تسمح عن حفظ عن العفو عند المقدرة. أي شعب وأي فرد غير عربي إذا تمكن من عدوه قتله، إلا العربي إذا تمكن من عدوه وأظهر العدو الندم أو أظهر الضعف عفى عنه. والقصة التالية، ذلك أن سليمان أن إبراهيم بن سليمان ابن عبد الملك حين انتقلت الخلافة من بني أمية إلى العباسيين، وحين أصبح المنصور خليفة ثار عليه في بلاد الري، في بلاد الري جزء من إيران. إيران جار ابتلينا بها، كل ما تحدث قضايا علينا تحرك الناس علينا وإحنا نصفح لها لأن جارتنا، على كل إن الله يهديها. فثار في بلاد الري وبقى ثائرا سنتين، ثم غلب فاختفى، واختفى سنتين أيضا، والتمس عند المنصور فعفى عنه. من عادة الملوك كانوا إذا تمكنوا من خصومهم وعفوا عنهم يجعلونهم من جلاسهم. لماذا؟ ليكرموهم أولا، ولأجل أن يكونوا تحت مراقبتهم ثانيا. فذات يوم سأله المنصور: يا عم حدثني عن أغرب ما مر معك أثناء اختفائك. هذه القصة هنا التي بيت القصيد. قال: والله يا ابن أخي، كنت ذات يوم مختفيا في الحيرة، والحيرة قرية عراقية قريبة من الكوفة، فأبصرت أعلاما سود خرجت من الكوفة تريد الحيرة، فعرفت أن بني العباس يبحثون عني. قلت: إن بقيت هنا لابد وأن يكتشفون، فقطعت إثرهم وذهبت إلى الكوفة وأنا لا أعرف من أهلها أحد. وبينما كنت أسير متنكرا خائفا في طرقاتها، رأيت بابا مفتوحا فولجته، وإذا برجل في فناء الدار. حين رآني هش بي ورحب، قال: من الرجل؟ قلت: والله رجل خائف يستجير بك. قال: أمنت. فأسكنني غرفة في داره، وبقيت عنده 6 شهور معززا مكرما في كل يوم. رأيته يكثر من ركوب الخيل، يركب الخيل صباحا ولا يعود إلا متأخرا من النهار. قلت: أراك تكثر من ركوب الخيل، ففيما ذلك؟ هل لديك ضيعة تذهب إليها أم أنك تحب الصيد؟ قال: لا والله، إن إبراهيم بن سليمان قتل أبي، وعلمت أنه مختف بالحيرة، وأذهب وأبحث عنه علي أجده فأقتله. وهو نفسه إبراهيم، هو المختفي عند نفسه. قلت: أنا مثلي مثل من فر من الموت وفي الموت وقع. فكرت، قلت: إلى مثل اختفاء، إن لم يقتلني هذا الشخص فسيقتلني المنصور، إذا لي أبوح بأبي. قلت: من أنت أيها الرجل وما أبوك؟ قال: أنا فلان ابن فلان. قلت: لقد مكنك الله من عدوك. قال: وأين عدوي؟ قلت: أنا عدوك. لم يصدق، قال: بالله عليك يا رجل، هل أسأنا ضيافتك أم أن البعد والاختفاء قد أضجرك فأصبحت تتمنى الموت؟ قلت: لا والله، أنا فلان ابن فلان، قتلت أباك يوم كذا وكذا من أجل كذا وكذا، فاقتص لنفسك. فحين تأكد صدق قولي أطرق حنيهة، ثم رفع رأسه وقال: أنت قتلت أبي، أدعوك إلى حاكم عادل يقتص منك، وأما أنا فلا أقتلك في داري فتسبن العرب، وهذه 1000 دينار وانجو عني خشية أن يغلبنا الشيطان. هذه الأمة التي هذه مزاياها هي التي قال فيها ربها: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإذا اختيار الله للأمة العربية لم يكن بلاش كما تقول حضرتك. يعني أرجو أن دي ما تكونش الزيارة الأخيرة.